وبعدين سعد المجرد، سعد المجرد عمل له حفلة في مصر، الجمهور المصري رفضه وعنده وجهة نظر معتبرة ان الراجل ده اتهم كذا اتهام كذا 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 كذا، انا مش عايزين، الجمهور هو اللي يقرر، خلاص قضية منتهية خلاص، ملناش بقى رأي في سعد المجرد او مش بنتكلم عنه شخصيا ولا على اي حاجة خالص. جمهورنا رفض انه يستقبل هذا المطرب لانه عنده اتهامات مش تمام، مش قابلها الجمهور تمام. تطلع بقى سيدة مغربية تشتم استاد في مصر، الحقيقة انا هقول انها يعني انا ممكن ست من المغرب من سوريا من العراق من اليمن من السودان من ليبيا تتخانق مع ست من لبنان من اي حتة من السعودية من الامارات ويشتموا بعض، مفيش مانع خالص. انما التعميم فيه الف مانع، يعني انا ممكن اتقابل مع اي شخصية مش مصرية ونتخانق مع بعض واقول له انت كذا وهو يقول لي انت كذا انت كذا، انما انتوا كذا لا، احنا دخلنا في قصة تانية بقى خالص، دخلنا في قصة تانية خالص. ولذلك انا لما بتخانق مع واحد في الشارع بقول له انتوا كذا، مش بقول له انتوا ولاد الحي دول كلكم طبعكم كذا، بتخانق معه هو بس. فهذه السيدة اللي المفروض انها ملكة جمال التي تتسم، يعني ملكة الجمال تتسم بالرقة والاسلوب الجميل الراقي، انها تيجي مع المصريات كده اظن ان لهم امر وجب بالضرورة اعتذار سريع، لانه ده لا يصح. لما تتخانقي مع مصرية في اي حتة على فكرة تخانقي وقولي وهي تقولك وماشي الحال، مفيش مشكلة في ده خالص، انما لما نعمم، وارجو ان احنا كمان في مصر ما نقولش المغاربة، لان المغاربة دول حبايبنا مغربيين، مغاربة مصريين والمصريين مغاربة، فيش كلام في ده. كون واحد بقى او ست زي دي تطلع تقول جملة زي دي، الست هي بس المشكلة في الست دي مش في الشعب المغربي، لانه ده شعب بلدنا، دول مننا واحنا منهم. فانا ارجو ان احنا ما نعممش الحكاية، نعملش زيها، ما نعملش زيها ونقول للمغاربة لا، مش دول مش المغاربة، دي الست دي لسانها مش تمام، وعليها ان تحسن اختيار الالفاظ، ويعني ياريت انها تعتذر وتمحو هذا الفعل، لانه اعتقد ان السيدات في المغرب غضبانين من هذا التعبير اللي هي قالته على ستات مصر، لانه دوت ما ينفعش، بلاش كده، لانه مسائل بتكبر. انتوا فاكرين مثلا واقعتنا مع الجزائر، انت بتقول المصريين بيعملوا كذا فالمصريين يقولوا دول بيعملوا كذا، وتدخل الحكايه في تفاصيل ملهاش علاقه خالص بجمع الشعوب، ليه علاقه بتصرف فرد من بلد ما اساء الى بلد كلها، ده ما يصحش. يا اخوانا في المغرب قولوا للست دي اعتذري لان دوت عيب، تعالي كده. طيب يبقى بقى عندنا حاجه حلوه جدا، شويه تقارير اظن انها هتعجبكم. يعني معلش انا اسف ان انا اتضايقت من الست، لان انا مريت التصريح الحقيقه بقيت مش مصدق، يعني ليه كده؟ ليه كده؟ ما تقولي مثلا افرض ان في ناس في السوشيال ميديا، ردي عليهم هم، قولي يا جماعه اللي في السوشيال ميديا ما يصحش تقولوا كذا وما يصحش تقول، انما الهجوم على الشعوب ده ما ينفعش خالص. ما ينفعش واحد يقول السعوديين كذا ولا الكويت كذا ولا المصريين كذا ولا المغاربه كذا ولا التوانسه كذا ولا الجزائريين كذا، ده ما ينفعش. امال الناس بتتعلم ليه؟ ده اللي مش متعلمين ما بيعملوش كده، الناس المغرمين ما يعملوش كده، واحنا شعوب مغرمه ببعضها رغم اي خلاف ممكن يحصل، لكن احنا بنروح اي بلد عربي بنحس ان احنا منها، وهم لما بيجوا عندنا بيحسوا انهم مننا. وكل الفنانين المغاربة اللي جم هنا نجحوا وتألقوا وعملوا تاريخ عظيم جدا ومثقفين والأدباء فما تجيش من واحدة كده تقوم كده، نقوم هنا نقول يجب الاعتذار.